السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. معكم عبد الله نصري من قناتكم ابداتك. جبت لكم اليوم افضل هاتف اقل من 3 ملايين. وقبل ما نفتحوا العلبه اشتركوا معنا كما العاده ودعمونا بلي لايك، وهيا نبداو الفيديو تاعنا. الهاتف هو يومي دي جي A13 برو، ويجينا في هذا الهاتف زوج نسخ، 4 في الرام و6 في الرام، والتخزين 128 جيجا. ويجي الهاتف بعده الوان، اللون الاسود واللون الذهبي واللون الازرق. الحاجه اللي تنتظروا كامل فيها هو السعر. كما قلت لكم سعر تاعه 140 دولار، حوالي 3 ملايين بالدينار، وقادر تشريه اقل. الهاتف هذا متوفر في الجزائر بصح حاجه قليله برك، اشتريته انا من موقع علي اكسبرس. نبدأ بالتصميم والشكل، بحيث يأتي بخلفية من البلاستيك وغير أملس، وهذا الشيء اللي يخليه مضاد للتبصيم، مع جوانب مسطحة من المعدن، ومن الأعلى كاميرات بشكل جميل. من الجهة اليمنى للهاتف توجد أزرار رفع وخفض الصوت، وأيضا زر الباور مدمج فيه زر البصمة. البصمة شيء مليح كثير بأداء ممتاز، فهي سريعة الاستجابة ولا توجد معها أي مشكل. في الجهة اليسرى يوجد مدخل شرائح وأيضا زر إضافي يمكنك إعداده كما تريد. من الأعلى لدينا مدخل جاك 3.5 ملم وميكروفون إضافي لعزل الضوضاء. ومن الأسفل لدينا مدخل الشحن من نوع USB Type-C وميكروفون وسماعات الهاتف. أما فيما يخص الشاشة فهو يأتي بشاشة كبيرة ب 6.7 إنش من نوع EPS LCD بدقة HD+. الشاشة جيدة بالنسبة للسعر تاعها، بألوان رائعة مشبعة وسطوع لا بأس به. الهاتف يأتي بمعالج يونيسوك T610 مع 4 جيجا في الرام و 128 تخزين. الأداء لا بأس به بالنسبة للاستعمالات العادية والبسيطة، أما بالنسبة للألعاب PUBG وفري فاير ما ننصحش به. وأيضا يأتي بأندرويد 11 خام بدون أي تعديلات في الواجهة، يعني واجهة بسيطة واستعمال سهل بدون تعقيدات. ومن جهة التصوير يومي دي جي 13 برو يأتي بثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8، والثانية الخاصة بالزاوية الواسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، والثالثة الخاصة بالماكرو بدقة 5 ميجا بيكسل. الكاميرات من ناحية الجودة رائعة، فقط أعطي لها الإضاءة. أما كاميرا السيلفي تأتي ب 16 ميجا بيكسل بأداء خرافي، وفيه معالجة ألوان جيدة. في الفيديو يصور بتقنية 1080 ب 30 FPS. الهاتف فيه بطارية ضخمة 5150 ميلي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط، حيث يشحن لك الهاتف من 0 حتى 100% في مدة ساعة وعشرين دقيقة. البطارية تحكم لك يوم كامل بدون أي مشاكل. كما يدعم تركيب شريحتين زائد بطاقة ذاكرة خارجية. كما قلت لكم السعر حوالي 140 دولار أو أقل، تقدر تشتريها على حسب التخفيضات اللي موجودة في علي إكسبرس، ومتواجد حاليا في الجزائر لكن بنسبة قليلة. وهذا واش كاين في الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم واستفدتوا منه. ما نطولش عليكم، سلام.